المهق، أسبابه، أعراضه وطرق علاجه. ما هو مرض المهق؟ المهق أو الألبينيا (albinism) ليس مرضا واحدا كما قد يعتقد البعض، بل عادة ما يطلق مصطلح المهق على مجموعة من الأمراض الوراثية التي قد تصيب الجسم مسببة نقصا في إنتاج صبغة الميلانين أو انعدام وجودها بشكل تام في مناطق معينة من الجسم مثل البشرة والشعر والعيون. تكمن خطورة هذا النوع النادر من الأمراض الجينية في أن المهق قد يتسبب بظهور مضاعفات صحية خطيرة نتيجة نقص أو انعدام إنتاج صبغة الميلانين، حيث لا يقتصر دور الميلانين في الجسم على منح الجلد والشعر والعيون لونها المميز، إذ تلعب صبغة الميلانين دورا هاما في تطور ونمو بعض الأعصاب البصرية، حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة. لذا وللأسباب المذكورة قد يترافق المهق مع ظهور مضاعفات خطيرة مثل خلل في تطور العيون أو خلل في الرؤية، رفع فرص الإصابة بسرطان الجلد. أنواع المهق: هناك عدة أنواع مختلفة للمهق، منها المهق العيني أو البصري، حيث تكون صبغة الميلانين قليلة أو معدومة في منطقة العيون فقط. هناك النوع الآخر، المهق الجلدي البصري، حيث تتأثر مناطق مختلفة من الجسم بنقص أو انعدام صبغة الميلانين مثل الشعر والعيون والجلد، وهنا قد تمتد مضاعفات المهق لتشمل مناطق مختلفة من الجسم. ثالثا، المهق المرتبط ببعض الأمراض الجينية، حيث يظهر المهق على هيئة مرض جيني مثل متلازمة هيرمانسكي بودلاك. ليطال تأثير المهق هنا بعض الأعضاء الداخلية في الجسم مثل الرئتين والأمعاء. ومن الجدير بالذكر التنويه إلى أن نوع المهق قد يظهر على المصاب يختلف تبعا للجين الذي أصابه الخلل. أعراض المهق: تختلف الأعراض التي قد تظهر على المريض تبعا لنوع المهق الذي أصابه، ولكنها بشكل عام عادة ما تشمل الإصابة بأحد الأمور كلون أفتح قليلا من المعتاد في إحدى المناطق التالية من الجسم، وهي العيون والشعر والجلد. هناك أيضا غياب تام للصبغة واللون الطبيعي في إحدى المناطق كالعيون والشعر والجلد. من أعراض المهق أيضا بقع جلدية خالية من اللون في مناطق معينة من الجسم. مضاعفات ومشاكل قد يسببها المهق: قد يتسبب نقص صبغة الميلانين الحاصل أو غيابها تماما بظهور مجموعة من المضاعفات الصحية، وقد تكون خطيرة. منها أولا المشاكل الجلدية، حيث مع نقص غياب صبغة الميلانين التي يحتاجها الجسم لحمايته من أشعة الشمس الضارة وبعض العوامل الخارجية الأخرى، يصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالحروق والنمش والشامات والوحمات وسرطان الجلد. هناك أيضا مشاكل في العيون، قد يتسبب نقص أو غياب صبغة الميلانين في العيون بمشاكل ومضاعفات بصرية خطيرة مثل رهاب الضوء، ضعف بصر قد يصعب علاجه. وإضافة إلى الحول، إضافة إلى مشاكل قد يترافق المهق مع ظهورها، منها مشاكل في نزف وتخثر الدم، ضعف المناعة، ومشاكل في السمع. علاج المهق: لا يوجد علاج للمهق، ولكن هناك مجموعة من النصائح والإرشادات التي قد يساعد التقيد بها على تخفيف حدة الأعراض وخفض فرص ظهور المضاعفات الصحية المرتبطة بهذا النوع من الأمراض. ومن أهم هذه الإرشادات استعمال النظارات الطبية داخل المنزل والنظارات الشمسية عند الخروج نهارا، استعمال واقيات الشمس المناسبة بشكل منتظم، تجنب التعرض المطول لأشعة الشمس قدر الإمكان، الحرص على ارتداء ملابس تغطي معظم أجزاء الجسم عند الخروج نهارا، متابعة الحالة مع طبيب العيون للحصول على فحوصات منتظمة للنظر والخضوع لأي إجراء علاجي أو جراحي قد تحتاجه العيون دون تأخير، متابعة الحالة بانتظام مع طبيب الجلد لتشخيص أي مشكلة صحية قد تصيب الجلد وعلاجها ومبكرا مثل سرطان الجلد.